الحمد لله. طبعا جايزه افضل لاعب دي والله ما بتجيش تعب لوحدك، بتيجي تعب زمايلك كلهم بيشيلوك في الملعب وانت بتشيلهم. والجايزه دي طبعا احنا بهدية للفرقه كلها وللعمال والمجلس الاداره واللعيبه والجهاز. الجايزه دي كلنا خدناها، مش انا بس اللي خدتها، عشان من غيرهم ما كنتش هاخدها يعني. الحمد لله وبشكر اللعيبه، كانوا عاملين ماتش كويس جدا وكنا قد المسؤوليه وكنا عند حسن الظن الحمد لله يعني. وان شاء الله اللي جاي احسن وباذن الله ربنا يكرمنا. خلاص ماتش واتقفل وان شاء الله نفكر في اللي جاي من بكره ان شاء الله. اكيد طبعا لما اتفرجنا عليهم في ماتش اوكلاند سيتي لقينا ان الملعب فيه مساحات وحضرنا الماتش كويس، وانا طبعا حضرت الماتش كويس وزملائي كلهم حضروا الماتش كويس. الحمد لله قدرنا نطلع بنتيجه كويسه وفرحنا الجمهور وفرحنا مجلس الاداره الحمد لله يعني. والله والله انا بحب يعني ما بحبش اتكلم، بس كل واحد مش حاسس بحد يعني، كل واحد عنده مشاكل وعنده ظروف وعنده حاجات، عنده مواقف صعبه بيمر بيها. الحمد لله ما حدش يحسها الا اللي مر بيها يعني. الحمد لله الواحد بيطلع نفسه من الازمات الصعبه دي بسرعه واحده ورا واحده، والحمد لله الحمد لله يعني ربنا كرمنا. والجايزه دي على فكره مش ليا لوحدي، ليا انا وكوكا، عشان كنا بنلعب جنب بعض النهارده وبنغطي ورا بعض. مروان لعيب كبير ومبروك ليه. لا والله بجد والله عمل ماتش هايل قوي قوي قوي. مبروك ليه. بتقول ايه النهارده يا كوكا؟ يا تكلينجتك يا كوكا. لا ببارك لمروان طبعا، الفتره اللي فاتت كانت صعبه عليه، ربنا كرمه النهارده وعوضه. بقول له شد حيلك ان شاء الله اللي جاي كمان يكون احسن. ومبروك النهارده راجل ماتش تعب كتير وربنا كافئه، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله دي البدايه لسه قدامنا كتير، ان شاء الله اللي جاي الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله والجايزه دي لي انا وكوكا مش ليا لوحدي والله، ربنا يكرمنا عشان ساعدنا النهارده في الماتش حبيب اخويا.